وسهلا بكم، شرفتوا. بالنسبة لعالم الإكسسوارات هو عالم جدا كبير ومتوسع. الفكرة منها إنه إحنا نعطي المرأة حرية في الإبداع والابتكار، إنها هي تقدر تخلط الألوان مع بعض، ما عاد صار في تقيد. زمان كانت المرأة دائما تركز على اللون الذهبي فقط أو اللون الفضي، لا الآن صار في يعني إمكانية إنه كل مرأة تبتكر حسب شخصيتها، تقدر تخلط اللون الفضي مع الأسود أو اللون الذهبي الوردي مع اللون الذهبي أو الفضي. طيب مثلا هنا زي ما أنتم شايفين خلطين اللي هو اللون الذهبي الوردي اللي هو آخر صيحة في عالم الإكسسوارات مع اللون الأسود مع اللولو، وطبعا مدخلين مع حسب شخصية زي ما قلنا المرأة لو حابة تخلط مع اللون الفضي كمان، يعطيها أكثر حرية في الإبداع والابتكار. لا ما في حاجة معينة، القطع بتناسب كل الأعمار، بتناسب الصغار بتناسب الكبار بتناسب جميع يعني حتى المناسبات، ما في تقييد، تقدر تلبسها في النهار وتقدر حتى تلبسها في المساء. طريقة جدا بسيطة، هي ما تحتاج أي مواد، هي مجرد قطعة قماش بتلمع الإكسسوارات فيها، ما تحتاج أي مواد، وتهتم فيها إن هي دائما تحافظ عليها بعلبتها وما تخلطهم مع بعض عشان ما يتعقدوا.